السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. استكمالا إلى علاج السلمونيلا، موضوع علاج السلمونيلا، كنا أعطينا الدواء ده لمدة أسبوع لما كانت الحالة يعني واضحة جدا، السلمونيلا كانت واضحة، ادينا فلوريكول 1 سنتي على اللتر زائد نص معلقة من الكوليفيت، نص معلقة كوليفيت. خلاص خلصنا أسبوع، ريحنا، أعطينا بعدها منشط مضاد مقوي مناعة ومقوي للخصوبة اللي هو سيلينيوم، وعطينا الدواء ده اللي هو أملاح معدنية وفيتامينات عشان نرفع مناعة الطائر بعد المضاد الحيوي. ريحنا أسبوع كمان، هنعطي بقى 3 أيام علشان نقضي على المرض تماما أو للأمان، يعني هو الحمد لله يعني بس للوقاية عشان ما يردش تاني. ده تتراسيكلين، الكيس ده تتراسيكلين مضاد حيوي برضو، ده تتراسيكلين، الكيس ده ب10 جنيه فيه 30 جرام، من بيتباع من عبوة كبيرة، 30 جرام بودرة اهو تتراسيكلين او اللي هو للحقن ده، بس طبعا احنا مش بنديه في الحقن، برضو اوكسي تتراسيكلين اهو زي ما حضراتكم شايفين، واضح الاسم اهو. ده بندي منه هو المفروض سنتي في اللتر او نص معلقة من ده على اللتر، او نص معلقة من الدواء ده على اللتر، البودرة دي يا اما سنتي يا اما ده يا اما ده الموجود المتاح. الازازة دي ب31 جنيه، ده انا بشتري كده 30 جرام دول ب10 جنيه. هنفضل ده ممكن يستخدم في العين كمان للطائر او للحيوان، للعين زي القطرة ممكن يستخدم لو هو الطائر عينه تعباه ممكن يستخدم في العين، لكن ده في المية بس، في المية فقط، وده برضو بيستخدم في الحقن في حيوانات كتير مش موضوعنا يعني، لكن احنا بندي في المية وقت الضرورة. احنا النهاردة هندي من البودرة دي، ندي نص معلقة، انا عندي شوية هما جاهزين، نص معلقة انا حاطها في كيس اهي، هنحطها اهو نص معلقة اهي انا مجهزها اهو، نص معلقة، وهنضيف عليها المية ونقدمها للطائر، وبعدها لمدة 3 ايام كمان، نديها لمدة 3 ايام، بعد ال3 ايام نرفع المناعة من تاني من السيلينيوم والجروفيت، اسمه جروفيت اللي هو املاح معدنية، جروفيت ده الدواء ده، ممكن واحد من الاتنين او الاتنين مع بعض ما فيش مشكلة، يعني هو فيتامينات يعني واملاح. ونشكركم وبنطلب منكم تدعمونا بلايك، ونرجو منكم الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.